اختي يا اختي يا اختي يا اختي على الصغيرة فرح بابا بابا بسي اضحكي الروحة هيني بابا هيني هون 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 بسي فرج على فارس انتي فروحة يا عيني اللي بيضحك يا عيني شو لك 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 حبيبي شو لك 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 هي كاينة يا فارس شو لك لك وينها فرح حيها قد ايه بتحبها كثير قد ايه يعني شوي ونص شوي ونص وخمسة يا هلا فيكم كيفك جوج نحن الحمد مالي كنتي كسلانة قبل شوي وهلا صرت احسن صح صحتي في هدايا وجوائز لولو شو هالبوكلي هاي مو بوكلي بابا بندان اوكي فكرتها بوكلي انا كيفكم الحمد لله اموركم تمام تمام شو عندنا اليوم الفكره اذا يا جماعه هلا عندنا مجموعه حروف اللغه العربيه كاملين كم حرف مين بيعرف كم حرف 28 الله عليكم 28 حرف يلا مين يحكي لنا اياهم أو صح مو حصة إذن حروف اللغة العربية كلهم موجودين بهذا المكان حنعمل عجلة الحظ كل واحد حيطلع له عدد من الأحرف أو الحروف مثلا بابا طلع له أربع حروف بده يكون من هدول الأربع حروف العشوائيين كلمة ويشوف إذا هي موجودة في البيت على سبيل المثال طلع له كاف ألف سين كاف ألف راء سين راء ملهاش دخل في الموضوع هذي أربع أوكي بكتب كاسة تمام كاف ألف سين بس لازم يروح يجيب الكاسة واللي بجمع ثلاث أشياء بالأول أول شخص بجمع ثلاث أشياء من حروف وبكونهم سواء كلهم حرفين ثلاث حروف هو الفائز معنا بهذا اللعبة تابعوا لحتى تعرفوا ايش المقصود بالضبط اولا مين حيبدا اول شخص بعجله الحظ انا فارس حيلف معنا فارس حيلف مكاني انا بدالي حيلفها هو اوكي يلا فارس نبدا بفارس يلا ابدا يا فارس بسم الله استعداد يا فارس عجله الحظ ارمي بابا فلتي حبيبتي ايديك ليليان يلا فارس 1 2 كم حرف حيطلع لنا يا فارس انا وانت عشان تساعدني فيهم 17 تقسيم 2 هلا بناخذ الاقرب 16 يعني 8 8 حروف يلا فارس خذ 8 اوراق بدون ما تفتحهم هلا لا تفتحهم اعطينا 8 هذا واحد بابا خلي فارس يطول لو سمحتي واحد يلا طول بابا خربط خربط طول من تحت هاي يلا فارس سريعا يلا ماشي فتحت معك اعطيني اياها 2 يلا كمان 3 طبعا كل واحد ما بيطلع له اكثر كل ما بياخذ حروف اكثر كل ما خياراته صارت اكثر 4 يلا يا فارس 5 6 كمان 2 7 8 هدول بس 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 هدول 8 حروف إلي ولا فارس نحط لكم اياها على الزيرو ابدا يا جوان 20 حرف عشان هلا ضل عندنا كمان 20 حرف بالقاعده جوا كم حرف لجوجو 9 يلا يا جوجو اختاري 9 1 2 3 4 5 6 2 4 6 7 8 9 طيب اذا ليليان ما طلع لها هذا الرقم هلا بنشوف قد ايش حيطلع لها يلا يا ليليان حرفي بسم الله حرفي اوه حرفه صح كم يا لولو 3 ضرب 2 6 ضرب 3 احنا ضرب 3 ضرب 3 ولا ضرب 2 بدك اياهم ضرب 3 انت قول يا 6 خذي 9 يلا خذي 9 يلا خلي هي تختار 2 3 4 5 6 عديهم لا يا فارس لا ترجع بابا 8 9 قديه عديهم بابا تأكد قديش عندك اتأكدي كل واحد يتأكد قديش عنده احنا لازم يكون عندنا 8 2 4 6 8 8 9 انا 9 طب وهي التاسعة ناخذها احنا عشان تصير 9 ب 9 ب 9 لا طيب لا لا طيب لا ماشي بلاش يلا مع انه طيب هلا كل واحد يفتح حروفه بدأت المسابقة مين بده يشكل منهم كلمة تمام يلا بسم الله بابا فارس بس افتح لي هيك خلينا نشوفهم بدنا كلمات من هذه الحروف هذول اثنين ايش هم اثنين نفس الحرف اثنين لا اربعه سته اثنين اربعه هذا اربعه سته ثمانيه اوكي رجعي يا بابا يلا يا فارس تعال 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 كلمات كلمه بحرف الفاء فاء جيم زين هاي اول كلمه هاي اول كلمه اول كلمه اول كلمه
ايش هالكلمة طلعت؟ خلنا نروح اجيبها بسرعة 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 بسرعة. تعال يا فروس ساعدني. هيو 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 جبنا اول كلمة. كلمة جوز. الجوز اللي بناكله يا فروس حيطلع معنا اول كلمة. بسم الله. افتح ايدك افتح ايدك افتح ايدك. يلا كل 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 كل. هاي احنا طلعنا كلمة جوز. الان عادي لو استخدمناهم تاني مرة غيرناهم؟ عادي يا بنات؟ طيب كلمة قاحل. في اسم شيء اسمه قاحل. شو القاحل هاي؟ شو بعرف؟ ما عندي والله. ما فينا دخل. شو في كلمة تانية؟ جاوز استنى شوي. ها ها مش لاقي اشي انا. دا جا دا جيم. ليش بنروح؟ لا تحيطي بابا لا تحيطي. سكتها يا فروس سكتها. هيك حلا. ما عندي انا هيك حلا. ايش حلا؟ حلا حلا بس حلا. حلا اسمه هي بابا حلق. روحي جيبي حلق. يلا يلا انا ما عندي. استنوا روحي جيبي. دوري بابا بتطلع معاكي. ما في بابا. ريش. بس ما عندي بالبيت. طيب جيبي اي شيء زي الريش. انا بعرف. روحي جيبي يلا. ريش حلق. هسه شو طلع بابا كلمة ثانية دخيلك بدنا نشوف كلمات. هاي هاي اول حرف جيم واو. اعطينا فيش. لا لو في راء كان عملنا جزر. ما في. طيب طيب هاي نعمة وانا جبت هاي. يلا ماشي يلا يلا على اساس ان هذه بتشبه الريش. اوكي تمام. شو كمان؟ رسم. عندنا لوحات رسم اجيبها؟ كيفك بابا اللي بدك اياه على السريع اللي بيطلع له بيسويهم. عين. شو هاي كفوف؟ اول حرف مكتوب زا. جيم باب تا. طب هاي هيك فوز. بس شو اللي فوز يعني؟ فوز اول حرف بابا. مش عارف شو اكتب كلمات تانية. دي شوي تا. جيبت لك حكاية انا صبتها. يلا حطيها ماشي. هاي صرت جايبت شغلتين. طيب ضاد قل قل. لا بدل حروف. انا بدي الواو بدي الواو بدي الواو. اسكتي اسكتي. ما بعرف اني كتب بابا. شو بابا ما بدنا كلمات؟ لا بابا ما بدنا. بتهبى. استنى شوي. يا ربي عفوك. طيب لا تغششيها يا ماما. لا تغششيها يا ماما. لا تغششيها يا ماما. تغشش تغشش الكل. شيبس. والله ما بصير مع الا دخل. ما بصير. موجود. يلا حاولي غيري فيها. حاولي شو بسرعه. يلا يا بنات يلا. شو طلع معاكم لسه بابا؟ جاء واو ف بري. هلا بروح بجيب بري قلم. شو بري قلم؟ شو اللي بري؟ البري البري. بشو تجيب بري قلم؟ شو يعني شو بدك تجيبي يا ابا؟ هيك تكون خلص فازت. هي اخذت ثلاثة وفازت. انا وياك بعدنا على الجوز وانت حضرتك على الحلق. ها هوز. في هوز. هوز بزبط. الهوز اللي هو البربيش. هوز المي. معقول في لغه عربيه اسمها هوز؟ لا لا فو. لا فوزت. فوزت. يا ريت الف مبروك ليليان. اول واحد جمعت الثلاث كلمات. اذا كان بامكاننا ندور على كلمات كثيره بابا ونطلع فيها نعمل فيها تشكيله ونفوز. ليليان طلعت من حروفها ثلاث اشياء. ريش ريش وبري ورسم. هلا بابا احنا شو ممكن نلعب؟ ممكن نلعب بعد جوله ثانيه. بس وين انت؟ بعد ما نفصل التحدي بنكمل لحالنا. شو رايكم؟ طيب لولو الف مبروك. مبارك حبيبتي. حظ اوفر.
للمرات القادمة إن شاء الله. إلي وإلك وإلك وإلي. إيش هذا؟ زبيب. يلا تفضل افتح إيدك. طيب هل هذا التحدي له جائزة؟ ما بعرف. سوف أهديك إحسر إيش؟ يلا إيش حاب يكون جائزتك لهذا التحدي؟ نطلع أنا وياك. إيش؟ نطلع أنا وياك. وين؟ لحالنا نشوف. طيب شو نعمل؟ بابا. هوت. كفك. خلاص. إلك طلعة خاصة. تختار اللي بدك إياه. تم؟ بإذن الله. هي الفائزة هي تختار اللي بدها إياه. طيب يا بنوتك. ختام هذا الفيديو. إيش بنقول للناس الحلوين اللي تابعونا؟ ذبحتي بالزبيب. نتمنى يكون الفيديو نتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم، وهاي اللعبة الخفيفة اللطيفة بإمكانكم تعملوها في بيتكم أنتم مع العائلة قاعدين، جمعوا حروف واعملوا مثل ما عملنا. نشكرهم ونقولهم لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب و إلى اللقاء. لازم اختمها تروحوا لهم إلى اللقاء. قولهم إلى اللقاء.